عام 2016 احتضنت المملكة أكثر من 8000 فعالية عمل، وكان عدد زوارها أكثر من 4,400,000، وانضم إلى صناعة الاجتماعات أكثر من 500 مؤسسة وشركة بنسبة نمو 134% مقارنة بعام 2015. كن جزءاً من الحدث الأكبر لصناعة الاجتماعات السعودية، وشارك في المنتدى السعودي الرابع للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 22 إلى 24 من جمادى الأولى 1438 في فندق ميريتي المدينة المنورة.